مشاهدينا مكملين إن شاء الله. معكم بصباحنا، وأكيد فقرتنا التالية راح تكون خاصة بالجمال، وكل سيدة اليوم بتهتم بإطلالتها والإكسسوار اللي بدها ترتديه. يعني تماما يا عفاف، اليوم إطلالة السيدات كثير مهمة، وكلياتنا اليوم بنهتم بالإكسسوار وأيضا موضة الشتاء. اليوم رح نتعرف أكثر على التصاميم وألوان الموضة لشتاء 2024-2025، وأيضا شو هي أكثر الإكسسوارات المناسبة. اليوم نحن بنشوف في أعمار ممكن تاخذ شيء مانو مناسب لإلها، لعمرها ممكن يكون لعمر أصغر أو لعمر أكبر. بالإضافة اليوم دائما نحن بنحب نضوي على المشاريع، على السيدات فعلا اللي هن أثبتوا وجودهم وأثبتوا وأنهم قادرين على أنهم يأمنوا معيشتهم، يأمنوا مصروفهم من مشاريعهم هنن الخاصة. اليوم رح نتعرف أكثر على هذه الأعمال مع ضيفتنا مصممة الإكسسوار والأعمال اليدوية سمية مارديني. يسعد صباحك يا سمية. صباحكم، صباح الخير. أهلا وسهلا. صباح الخير سمية، وأهلا وسهلا فيك. يعني دائما هيك ختامها بيكون مسك مع الأستاذ رامي، هيك بيحط لنا فقرة مليانة بالجمال والإبداع. خلينا بالأول هيك نحكي عن موضوع بشغل كل الصبايا اليوم، إنه شو هي الألوان الدارجة لهذا الشتاء، شو ممكن أنا ألبس؟ تمام. هلأ كألوان ثياب، هلأ عنا الموضة هاي السنة الألوان يعني بيج، بني، هالقصص هاي، والخمري كتير موضة، والأخضر. بس أنا كيف بقى بدي طبق اكسسوار مع هاي الألوان؟ يعني هلأ أكتر شيء هاي السنة، يعني إحنا كاكسسوار بنعرف عنا ذهبي، فضي، روز. هاي السنة رجع الذهبي وبقمة، يعني كتير مو شوي، بحكم أنه كمان الألوان يلي دارجة للتياب بيلبق للذهبي أكتر من الفضي. بس هذا ما بيمنع انه نحن ما بنقدر نستغني عن القطعه الفضيه اللي هي بخزانتنا، يعني ابدا. يعني اليوم نلاحظ انه في سيدات او نحن بالعموم اليوم دمج الفضي مع الذهبي بنلاقي انه هذا الشيء كثير عم يكون بشع، لكن لاحظنا حتى احيانا بتصاميمك انه فيها مدموج هدول اللونين مع بعض. خلينا نحكي اكثر عن سبب هذا الدمج، انه قبل فعلا ما كان حدا انه يتقبل هذا الشيء. هلا هو ما فينا نتقبله اذا كان بطريقه عشوائيه، يعني نحن فينا نتقبله اذا كان بطريقه شوي ضابطه مع بعضها. يعني ليش صار في عنا مثلا مثل هيك اللي انا لابسه الثلاثي الالوان، يعني الذهبي والفضي وروز؟ لانه يعني هلا صار كل شيء مكلف. اذا بدك تشتري يعني مثلا اكسسوار بس فضي او اكسسوار بس ذهبي، صار هذا الموضوع بده يكلف كثير يعني الصبيه. فلهيك صارت تشتري مثلا القطعه اللي هي قادره تمشي على كل شيء، يعني فيني البسها مع الفضي وفيني البسها مع الذهبي. فيني البس هيك بس بطريقه منظمه، يعني خلص انا اذا اعتمدت فيني البس مثلا مثل هلا هيك ثلاث الوان، بس انا باقي الاكسسوار بدي اعتمده يا فضي يا ذهبي، يعني ما فيني احط يوم بنشوف هون هيك تصاميم مختلفه، يعني قصص هيك. اليوم عم نشوف برج ايفل كثير دارج، راس الافعى وراس النمر. راس الافعى وراس النمر، يعني شو قصتهم هدول اليوم؟ بيجيبوا الحظ؟ شو هنا الترند؟ يعني لهم علاقه بالابراج الصينيه، بالسنه الصينيه وهالقصص هي، يعني عرفتي كيف؟ بس هي بالاغلب ترند، يعني بتصير شغلات موضه وبتدرج خلص، يعني مثل البسمار مثلا وقت اللي درج وما زال، مثل الكارتير وما زال. صح، البسمار الملفوف هذا يعني كمان درج كثير. طب صح اليوم نحن سمية انه نشوف اي شيء دارج نيجي نحن نلبسه او نتبعه ويصير يعبر عن شخصياتنا حتى ولو نحن مانا هيك؟ يعني اكيد لا. يعني هلا مثلا انا البسمار على شكل ايدي مثلا ما لبق لي، يعني لمجرد انه دارج وموضح. لا ما فيني هيك، يعني انا البسمار بالمجمل حتى لو كان قياس القطعه صغير ما لبق على ايدي، يعني عرفتي كيف؟ يعني في شغلات خلص انت بدك تشوفيها حالك، ما ضروري انك تتبعي الموضه. يعني هلا كمان كثير موضه، عفوا، التيفاني السنسال هذا اسمه تيفاني، الفان كليف، يعني هي القطعه كثير كثير موضه، يعني هذا كثير. تمام. فانا هو الاساس تبعها هي القطعه تيفاني لحال، فان كليف لحال، انا حبيت ادمج الموضتين مع بعض. يعني يعني كثير، يعني في شغلات ترند هي بتلاقيها هي يلي يعني درجة حالة بحالة، ما فيكي أنت توقفيها. يعني وفي شغلات بتستمر سنتين وثلاثة، يعني هلأ مثلا الكارتير البسمار طول ما له دارج ذهب حيضل دارج اكسسوار. تمام. اليوم قديش سمية، هاي نقطة مهمة، اليوم كمان العمر، يعني في سيدات أو صبايا
تكون لابسه شيء اكسسوار معين انه يمكن ما انه مناسب لعمره، يمكن حتى احيانا بجوز انت تتطرقي لهذا الشيء انه تنبهيه او تقولي له هي مو مناسب لعمرك، او احيانا ممكن تتعرضي لاحراج بتصير ايه يعني خاصه مع الصبايا الصغار، يعني بتجي بدها تقلد مثلا الموضه بس هي الموضه مو لها يعني مو لعمرها تمام، يعني بتجي بتقول لك انه لا انا خلص بدي اخذها بس هي يعني ابدا، يعني بتحسي هذا التيفاني مثلا مو لصبايا اول طلعتهم، يعني السنسال كثير عريض على ايد الصبيه الصغيره يعني بدها شيء انعم تمام. هيك هالقصص هي بتصير ايه وكثير كمان عندنا هدول مجموعه من السناسل اليوم كمان حلوين، كمان ما بعرف اذا انت محدده لهم اعمار معينه ولا ممكن ياخذوا كذا عمر. لا هلا فيهم اعمار، يعني مثلا شوفي الهلال النجمه والهلال هلا هذا بيمشي حتى لو كانت صبيه صغيره، يعني عرفتي كيف، اما هذا اللي مشنشل كثير لا بده وحده اكبر شوي بالعمر، الليره بدها اكبر بالعمر. تيفاني وشانيل وهدول ممكن يمشوا لصبايا صغار، يعني في قطع لا ابدا مستحيل يعني ما لها ظابطه مع مع صبايا صغار ابدا، يعني فينا نلبسها مع الاكبر عمر. تمام. طيب سمية خلينا كمان هيك نحكي على بدايه مشروعك، كيف بلشتي ومن ايمت بلشتي؟ يعني هذا الشغل ممكن كان بده وقت كثير طويل لحتى توصلي لهي المرحله من الابداع، خلينا نحكي عن بداياتك. هلا انا بداياتي انا بالاساس دارسه تصميم ازياء وانا بحب الاكسسوار بحب اشتغل فيه، يعني اول شيء بلشتي لنا فيه هو عن الازياء والثياب، كنت عم اسالك عن الاكسسوار. تمام. هو انا بالاساس دراستي تصميم ازياء، من ضمن دراستنا كان في عنا قسم اكسسوار وانا مشيت فيها يعني، ومن الازمه للان وقت بشارك بازارات يعني ضليت بالاكسسوار حبيتها واشتغلت فيها يعني ما عاد قدرت بقى اطلع من الموضوع. طبعا. يعني خلاص. طب اليوم انا احترت بصراحه شو البس اكسسوار، يعني وصلت لدرجه انه خلص ما لبست شيء اكتفيت بالحلق مع المخطط، كثير بتحسي انه صار في عجقه بالملابس وما خرج بقى تضيفي اي اضافه، شو ممكن انا اضيف لستايل مثلا مخطط او فيه هيك حركه؟ الطوق اكيد لا لا، اذا الا اذا كنتي بدك تحطي طوق ناعم كثير، لا اذا بدك تحطي طوق ناعم كثير ذهبي خلص بس يعني كان فيكي تحطي خواتم مثلا هون، فيكي يعني فيكي تحطي بعيد، يعني هلا انت المخطط بال يعني من فوق من جسمنا هلا ايدينا فينا نتصرف فيهم مثل ما بدنا، يعني كنتي فيكي تضيفي مثلا خواتم، يعني هو الاطلاله رائعه بس الحلق طبعا على كل شيء ما بقى فيني اضيف معه شيء، يعني لازم اتحكم خاتم صغير لا فضي لازم هلا انا ما مبين عندي فضي ولا ذهبي ستراس لا فيك تحطي فضي فيك تحطي ذهبي ما لا حاكي يعني تمام. يمكن الأب كمان له دور بموضوع تماما، يعني هي الأب عندها شوي يعني لا لا طويل لا لا عالية ولا لا مفتوحة، يعني بدها تضايقها إذا حطت طوق قصير أو بدها الطوق طويل مع المقلم ما بفضل أبدا، يعني هلأ ممكن حضرتك لو حطيتي طوق فضي كان طلع كتير حلو بحكم أنه الشكل اللي عندك على الكمام فضي يعني عنا شيء نحن عم يأسرنا بالاكسسوار ما اي اكسسوار انا فيني البسه على الثياب يعني تمام، احيانا في ثياب هي فيها اكسسوارات هي فيها اكسسوار تمام كمان نضيف لها اكسسوارات فصار هون كثير تماما، يعني هي القصه انه انا في ثياب خلص هي عم تحكي لحالها يعني ما فيني كثير، بس فيني مثلا البس خاتم، الخاتم ما بيعمل ولا اي شيء ولا بينزع الاطلاله يعني ما له علاقه على طول موجود لازم، يعني بتحسي انا بحب الخواتم بايد البنات كثير متعلقين بالخواتم زمو ايديهم، في اشخاص عندهم هيك بحسوا حالهم مقيدين او صار معهم ضيق نفس بس بدي اتعود، يعني هو الخاتم بايد الانثى يعني حلو بيعطي كمان صار في دراسات انه كل اصبع الخاتم اللي حاطه فيه خاتم شو يعني مثلا هون يمكن مخطوبه هون متزوجه لا هون شو بحاجه عريس بس انا ما اقتنعت بهي الفكره ابدا تمام. يعني هو الخاتم انا عم حطه لحتى يعني هلا الزواج والخطوبه هي اكيد هذا يعني عارفه انهم هدول يمين ويسار بس صار في هلا انه هون تبحث عن حب هون سنجل هون عزباء هلا هي انا ما كثير بقتنع فيها بس انا بقتنع بانه في عنا احجار اذا حطيناها بالخاتم بتجيب الحظ يعني هي اوكي يعني هي مع انت مدخله شيء احجار بشغلك؟ هلا هون حاليا بس الحجر هذا الخرز الناعم الازرق بس يعني حاليا مع انه انا دائما عندي احجار بشغلي بس هالمره ما لي جايبه احجار حاولت اغير شوي هيك خلينا نحكي بلمحة سريعة عن المواد اللي بتستخدميها، هل في قطع انت بتجيبيها جاهزة وممكن تطبقي لها تحطي لها اضافات او ممكن انت تصممي قطع كاملة؟
هلا الاثنين، هلا نحن بنصمم قطعه كامله اذا ما كنت ملاقيتها بصراحه جاهزه بالسوق. وانا خلص هذا الموديل كثير حاببته وحابه اني اشتغله، يعني شايفته مثلا على صفحه اجنبيه او صفحه يعني ما لها موجوده عندي بسوريا، يعني عرفتي كيف؟ وحابه خلص طلبق هذا الموديل عندي، بلجا لحدا يفصل لي اياها. اذا لقيتها جاهزه وانا بدي احط بس اضافات، يعني هي اسهل لي يعني انا كشغل، بياخذ وقت اقصر بالشغل. وفي قطع بشتغلها من الالف الى الياء، يعني ما فيني ابدا ابدا، يعني بجيبها مواد فرطعه مثلا بدي ارجع انا اطبق موديل يعني كمان يعني. بس هلا انا اذا بتجي علي اسهل لي وقت وجهد اني اجيب القطعه جاهزه واحط عليها لمسه مثلا او افكار جديده. سمية مارديني، اليوم بدنا نتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله هيك اسمك بيصير براند لحاله، ولهذا الإبداع والشغل والتميز أكيد كله بدنا نتمنى لك التوفيق، وهيك إن شاء الله على طول بتجينا هيك بشغلات جديدة. وأنا كمان بتمنى لكم صباح سعيد. أكيد بقية نهار حلو لإلك، أكيد بنتمنى لك التوفيق بهذا المجال وتبقي دائما منورة. شكرا لإلك. شكرا. شكرا لإلك يا ليلى، وأكيد بقية